بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة نكمل معكم ومع سماحة السيد عبد الغفور المفضل حلقة المستشرقين. سماحة السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحتكم، من هم المستشرقين ومن أشهرهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بداية، قبل أن أتطرق إلى الإجابة على هذا السؤال، أود أن أوضح مقدمة بسيطة. الاستشراق هي كلمة أو مصطلح يمر علينا مرور الكرام في بعض الأحيان، وعلى مسامعنا يعني كمجتمع تمر علينا، لكن ما معنى الاستشراق؟ يعني القليل من عندنا يعرف شنو معنى الاستشراق. الاستشراق هو دراسة كافة البنى الثقافية للمجتمع الشرقي أو الإسلامي بوجهة نظر غربي. الاستشراق أيضا على ثلاث أنواع. الاستشراق على ثلاث أنواع. النوع الأول اللي هو الاستشراق الاستعماري. الاستشراق الاستعماري هذا نقدر نقول عنه أنه الاستشراق الرومانسي حسب ما جاء، يعني جاء مع الحركة الرومانسية الغربية علما إلى المجتمع الشرقي. هذا الاستعمار، أو نقدر نقول الاستشراق الاستعماري. الاستشراق اللي ما بعد الاستعمار هذا يسمونه الاستشراق اللغوي الثقافي. الاستشراق الثالث هو الاستشراق الجديد. هذا دراسة السريانية على شنو؟ على ضوء القرآن. أما بالنسبة للمستشرقين، هذه بعد طبعا بعد المقدمة هذه البسيطة نرجع على الإجابة على السؤال هذا. بالنسبة للمستشرقين، المستشرقين هم طبعا كثر، والمستشرقين عندهم نظرة، النظرة عادة ما تكون نظرة سلبية تأخذ عليهم، تأخذ في قضايا يعني هم يريدوها أو يسلطون عليها الضوء، يعتبروها قضايا ضعيفة، لكن هي مو قضايا ضعيفة، لكن يحاولون يخدعون بها المجتمع الغربي بأن المجتمع الشرقي هذه تعاليمه، هذه أحكامه، وهذه شنو الخلاصة البحث اللي احنا وصلنا إليه. وهم كثر طبعا، يعني مو شخص أو شخصين أو ثلاث. أذكر من عندهم بعضهم اللي هو مثلا جون بابتس، جان أوغست، ديفيد روبرتس، جون فريدريك، إدوارد لير، ألبرتو باسيني، أدولف شراير، وآخرين إلى حد سنة 1949 اللي طبعا ذولا مدونين، اللي هو ألكسندر روبرتزوف. هذولا اللي من المستشرقين، وأيضا نقدر نقول هم أشهرهم هذولا. نعم. سمحت سيد، متى بدأ تاريخ الاستشراق، وهل كان للاستشراق دور في انتشار الدين الإسلامي؟ تاريخ الاستشراق طبعا بدأ منذ العصور الوسطى. لما نقول العصور الوسطى أقصد لما اختلفت الحضارة الإسلامية، جاءت الحضارة الإسلامية، المن كانت يعني نقول صارت مع الحضارات الأخرى. نعم. اللي هي الحضارات اللي قبلها، الحضارة المسيحية أو الحضارة اليهودية أو الحضارات الأخرى، هذه بالنسبة لهم يعتبروها فشي منافس. هنا بدأ الاستشراق باعتبار فشي جديد دخل عليهم، وهنا بدأ اللي يعني التصيد في تعاليم الإسلام والأحكام، يحاولون أنه يسلطون الضوء على من على. لهذا السبب أنه بدأ الاستشراق. وكانت طبعا معظم المستشرقين اللي موجودين يكونون طبعا عندهم جهل حتى بالدين اللي هم من جايين من عنده، سواء كانوا مستشرقين يعني مسيحيين أو يهود أو
من ديانات أخرى. هذا طبعا مجمل، نقدر نقول مجمل الجواب عن تاريخ الاستشراق، باعتبار أنه حتى سابقا لما كانوا يجون يعتبرون يجون يعني يشرحون الدين الإسلامي يشرحونه وكأنه شنو دين جاء لأجل القتل والسلب والنهب وغيرها، يعني ما يذكرون قضايا الحكمة، يعني جاءوا بصورة أوضح نقول جاءوا كأعداء للدين الإسلامي يحاولون يفرضون هيمنتهم وسيطرتهم على الدين الإسلامي من خلال الرؤى مالتهم والأفكار مالتهم. سمحت سيدي، يعتبر المستشرقين أن حد قطع اليد للسارق في الإسلام هو عمل غير إنساني، في حين أن الإنجيل قد نص صراحة في قطع اليدين للمجرمين، فما الدافع الذي يدفع هؤلاء لانتقاد الإسلام؟ أقدر أقول بأنه الحد أو نقدر نقول قطع اليد هذا مو ما ذكر فقط عند المسلمين، ذكر عند غير المسلمين أيضا. بس قبل أن نتطرق إلى الحد نتطرق إلى قضية السرقة. قضية السرقة هي من واحدة من القضايا اللي نص عليها الدين اليهودي والدين المسيحي، واحدة من التعاليم، وكما ذكرت في الحلقات السابقة بأنه عندهم أنه قضية لا تسرق، يعني لما يقولون لا تسرق موجودة عندهم، وأيضا عندهم حد عليها. ولكن يعني من العجيب أو من الأعجب أنه لما نمر نشوف قضية تطبق على أو قضية الحد هذا قطع اليد يطبق على قضية دون السرقة. بالإنجيل موجود يقول أنه إذا رجل وأخوه شاجروا صارت بيناتهم فد شجار، اختلاف صار بيناتهم شجار صار، وجاءت زوجة الرجل الأول وحاولت الدافع عنه ومسكت بيدها عورة الرجل الثاني، هنا يقول لازم تقطع يدها. أذكرها بالضبط من الإنجيل يكون أفضل حتى أنه لا تأخذ علينا كنقطة يقولون أنه هذا مجرد كلام إنشائي. في التثنية 25 السطر 11 أو الإصحاح 25 السطر 11 والسطر 12 يقول إذا تخاصم رجلان رجل وأخوه وتقدمت امرأة أحدهما لتخلص رجلها من يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بعورته، يعني بعورة الشخص الثاني، فاقطع يدها ولا تشفق عينك. هذه أيضا وين موجودة بالفانديك. نجي لمن للتفسير مالتهم، تفسير أنطونيوس فكري صفحة 87 للي حاول يتابع هذا الكلام، تفسير أنطونيوس فكري صفحة 87 يقول نحن لا نفسر إلا بما جاء به المذهب المسيحي أو الدين المسيحي، ويقول فاقطع يدها ولا تشفق عينك، هذا هو التفسير مالته. يقول تقطع يد المرأة لوقاحتها، فالله يريد أن يكون، هذا طبعا نص التفسير، يقول تقطع يد المرأة لوقاحتها، فالله يريد أن يكون شعبه قديسين في كل سيرة، والله لا يريد أن ينتشر عدم الحياء في وسط شعبه. هذه بالنسبة لمن نظرة المستشرقين لقضية الحد. يعني هم يتناسون بأنه هذا هو الحد على شيء بسيط، تقطع يد المرأة وعلى قضية السرقة. بعدين من باب أولى، من الأولى أنه تقطع يد السارق، أو بالمناسبة يعني بالصدفة أنه مثلا صارت أو مسكت العورة، من باب أولى أنه سارق، باعتبار هذا لما يجي شنو يجي من تلقاء نفسه ويعرف بالحكم ويعرف شنو القضية وشنو اللي راح يصير ويقدم عليه، من هذا الباب أنه شنو يكون أولى بالحد من تلك.
بالإضافة احنا عندنا كإسلام عندنا هذا الحد موجود، نعم ما نقول ما عندنا، ما نقول ما موجود، موجود عندنا، ولكن بالنسبة كمذهب الاثنى عشر الإمامية الاثنى عشرية شوية عندنا شروط يعني نختلف بها عن بعض المذاهب الأخرى، وهذه الشروط متى ما وجدت أو متى ما كانت حاضرة وانجمعت كلها متى ما تجمعت هنا يتطبق الحكم، وهي شروط تقريبا ما يقارب أكثر من 42 شرط. أذكرها على 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 وجه السرعة، بسرعة أنه أذكرها. يقول أنه أن لا يكون السارق طفلا ولا يكون مجنونا ولا سفيها أعماليا ولا مكرها إكراها فرديا ولا مكرها إكراها أجوائيا ولا مضطرا ولا سكرانا ولا غافلا ولا ناسيا ولا جاهل ولا جاهلا بالحكم بأن لا يعلم أنه حرام ولا بالموضوع بأن لا يعلم أنه سرقة، يعني ما يدري بأنه هذا سرقة لو مو سرقة، مجرد مديدة أخذ وطلع، ولا بالموضوع بأنه لا يعلم أنه سرقة بل شك في كونه سرقة أو ظن أنه ليس سرقة أو ليس بسرقة، ولا يكون السارق شريكا للمسروق منه ولا أبا ولا كافرا يرى ولا كافرا لا يرى هذا الحكم حيث يحكم في حقه قانون الإلزام باعتبار إلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. هذا أيضا موجود طبعا في كتاب وسائل الشيعة حتى بالنسبة للمتتبعين سواء كانوا من مذهبنا ومن المذاهب الأخرى ومن الديانات الأخرى يقدر يرجع به لكتاب وسائل الشيعة الجزء 26 صفحة 320 باب إن من اعتقد شيئا لزمه حكمه. نرجع من الشروط، ولا أن يكون قد أخذ المال من باب التقاصي أو التقاص والمقابلة بالمثل، ولا أن تكون هناك شبهة أو ادعاء الإكراه ونحوه، ويجب أن تكون السرقة سرا لا جهرا، وأن تكون السرقة بالمباشرة لا أن تكون بالواسطة، وأن لا يكون المسروق منه مباح المال كالكافر الحربي، وأن يكون المال بمقدار النصاب المعين في الإسلام، يعني أكو فد نصاب معين يحكم عليه بقاط يعني بالحد هذا، مو أي سرقة تحكم عليه. فما فوق فإذا كان أقل من ذلك المقدار فلا يجري القطع، وأن يكون في الحرز، وأن يكون الذي يجري حد القطع هو الحاكم الشرعي هو اللي يسوي هذا الحد، وأن يكون هناك شاهدان عادلان أو إقراران من نفس السارق، وأن يكون الجو إسلاميا وإلا فلا يجري الحد في جو غير إسلامي، وأن لا يكون عام جوع ومخمصة، يعني توجد ما يقارب 42 أو إلى 43 شرط متى ما اجتمعت عند ذلك يطبق الحد على السارق. فنقدر نقول مثلا للي يتصيد بأن المسلمين يقطعون يد السارق بمجرد بعدين احنا حتى هي قضية قطع اليد عندنا بيها اختلاف بين المذاهب، منهم من يرى قطع اليد من المرفق نعم، ومنهم من يرى قطع اليد من يعني من هنا من الرسغ، ومنهم من يرى قطع اليد منين من الإمام سلام الله عليه يقول الله. قطع اليد منين من الأشاجع اللي هي أصل الأصابع يسمونها الأشاجع، فيقول قطع اليد يكون من الأشاجع، وبرواية أخرى يقول ما تقدر تقطع هاي تعتبر هاي اليد ما تقدر، هذا يعتبر مسجد وبما أن المساجد لله فما تقدر تأخذ فتشي لله سبحانه وتعالى وتقطع به. هذه رواية عندنا من الروايات أيضا اللي موجودة، فاختلفت وين يصير القطع سواء كان من الأشاجع أو من اليد أو من المرفق. نعم سمحت سيد، هناك شبهات دوما تطرح ضد الإسلام من قبل الديانات السماوية بالذات، وهي أن القرآن سرق تراثهم، وأن القصص الموجودة بالقرآن هي أصلا موجودة بالإنجيل والتوراة، كيف نستطيع أن نرد عليهم؟ هذا طبعا الادعاء هو ادعاء باطل، نقدر نقول بصورة أصح بأنه القرآن
يقر برسالة عيسى لكن لا يقر بما هو في الإنجيل حاليا. ليش؟ لأنه الإنجيل محرف، وأيضا بما أنه هو محرف فما نقدر نعتمد عليه. ليش؟ لأنه هو القرآن إلا مثل ما يقولون هم أنه أخذ من عندهم التعاليم أو الأحكام أو غيرها، هذا دعاء مو صحيح، باعتبار أنه تعاليمنا وأحكامنا إحنا تختلف معهم من باب يعني من باب التعاليم والأحكام تختلف، لكن عندهم فرية، هي الفرية أنا أذكرها حاليا موجودة عندهم في الإصحاح العاشر صفحة 25، يقول مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله. أعيدها، مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله. هذه موجودة في مرقس الإصحاح العاشر صفحة سطر 25. شنو استدلالهم؟ يقولون هذه موجودة عندكم بالآية القرآنية اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أو لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم، سم الخياط. فيقولون هذه مأخوذة منك. هذه طبعا تعلم متى يمتى هم يجاوب هاي الفرية هاي يجاوبها بعدي، يعني ما جاءت قبل، توها انثارت. زين احنا نقدر ببساطة نقدر نقول انه ليش ما تكون القضية عكسية؟ ليش ما نقول انه انتم اخذتوها ودخلتوها وصار الحكم بها عكسي؟ يعني نقدر احنا نقولها. بعدين هو الحكم مو صحيح، الحكم بهذه مال ايسر مرور جمل من ثقب إبرة ايسر من دخول غني الى ملكوت الله. إذا كان دين النصارى أو دين المسيح يحارب الغني، هالمحاربة ليش هسه هم كلهم أثرياء؟ معظمهم أثرياء كنيسيين إلا المسيحيين. زين هنا يعني معناها هم كلهم ما راح يدخلون ملكوت الله، بينما إحنا كمسلمين دائما نقول الملك لمن؟ الملك لله سبحانه وتعالى. فهذا الادعاء باطل، وأيضا إحنا دعاء التعاليم هم ما نأخذ بها. ومثل ما سلفت سابقا في الحلقات السابقة قلت لك احنا ما ناخذ بديانتهم، ما نقدر نتعبد بأي شيء من اللي موجود عندهم، لكن كأحاديث مثلا تصدر عن النبي عيسى سلام الله عليه مثل ما قلت في الحلقة السابقة مثل اهتم بعيبك وإياك وعيوب الآخرين، هاي الأحاديث نوعا ما أحاديث منطقية نقدر نقول أقرها، مثلا جاءت عندنا في بعض الروايات نمشي بها، نقول يعني مثلا من باب أخلاقيات نقدر ناخذها، لكن مو انه ناخذ بما جاء به من جاء او بتعالى من الله. نعم. فهذا الادعاء كاذب وما الى اي صحه. كيف يستطيع المسلم في الغرب ان يواجه الشبهات الكثيره التي تطرح عليه دوما من قبل كافه الاديان والافكار؟ هذه ببساطه نقدر نجاوب عليها بانه احنا كمجتمع مسلم دائما علينا تكون أنظار، وبما أنه علينا أنظار دائما المفروض منا كمجتمع أو كأفراد تكون عندنا ثقافة إسلامية، سواء هاي كانت الثقافة الإسلامية بالتفقه أو مثلا بالاطلاع على التاريخ الإسلامي يعني بمقومات الدين الإسلامي أو بتعاليم الدين الإسلامي. بالإضافة إذا كان أو احتك الشخص بالديانات السابقة أو أهل الديانات السابقة في دول أخرى لو يخصص من وقته ولو مجرد 25 دقيقة 30 دقيقة يوميا بس لمجرد أو حتى أسبوعيا قراءة الديانة للديانات الأخرى ما راح يخسر من عدد شيء، بالعكس يتعلم التعاليم والأحكام ويعرف أنه شلون يجيب عنها. لكن كمسلم المسلم يجب عليه أن شنو يتعلم أحكام دينه وأيضا يتفقه في دينه حتى يعرف أيضا الحلال من الحرام وغيرها من تلك الأحكام والتعاليم. لذلك يجب أن تكون عنده يعني خلفية علمية حتى يكون قادر على الإجابة عليه، وإلا في هذا الباب يعني يكون عنده معلومات جدا بسيطة ما يقدر يقاوم بها أو ما يقدر بها يرد الشبهات
عن الدين الإسلامي. نعم. سماحة السيد، وضع المرأة بالإسلام هو أكثر الشبهات التي يطرحها المستشرقين، لا سيما الشهادة والميراث، إذ يعتبرون أن شهادة امرأتين برجل وأن المرأة ترث أقل من إرث الرجل هو إنزال لقيمة المرأة واعتبارها ناقصة. ما هو ردكم على هذه الشبهة؟ هذه طبعا واحدة أيضا من الفريات اللي موجودة. الإسلام بالعكس، لما نجي نشوف الإسلام قدس المرأة تقديس وأعطاها من المنزلة ما لم يعطها حتى إلى الرجال. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال في الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات، ما قال تحت أقدام الآباء. نعم. يعني هذا الحديث كفيل بأن يعني يسكت تلك الأفواه. لهذا السبب أنه نقول هذا يعني افتراء ومو صحيح، ولكن نتطرق إلى شرح بسيط إلى عن هذه القضية. معظم الديانات تحاول الدخول أنه إلى باب المرأة والميراث الاجتماعي أو الميراث، يحاولون يطرقوا لها، بينما إحنا لما نجي إلى باب الميراث نقول المرأة ترث، خصوصا إذا كانت المرأة مثلا ما عندها أخوان وورثت من أبوها إرث، الأولى تعطى النصف، بعدين إيش يبقى؟ يبقى غير الأقربون أولى بالمعروف. ومن باب الأقربون أولى بالمعروف، من هو الأقرب إلى الأب والأم؟ طبعا البنت. صحيح. لذلك أيضا يصرف لها النصف الثاني. هذا الإسلام، هذا تعاليم الإسلام. أما أنه مجرد أنا أقول كلمة حتى أنه أخدع بها المقابل حتى يطمئن لقولي بدون أي بينة، هذا دعاء باطل وما هو إلى أي دليل دلائل أو أدلة. هم يحاولون، وأيضا أنا أذكر في قضية أيضا حاول، ما دام هم دخلوا في قضية أنه الإسلام والأديان وحاولون أنه يتصيدون بهذه، خصوصا هذه الفقرة، أتطرق إلى الإنجيل. هنا في هذه الحادثة يقولوا في لاوين الإصحاح 12 السطر الأول إلى الخامس، يقول وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل قائلا إذا حبلت امرأة وحبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام. المرأة إذا جابت ولد، يعني الله يقول لموسى روح قل لشعبك إذا المرأة جابت ولد راح تظل نجسة 7 أيام، وإن ولدت أنثى تكون نجسة 2 أسبوع. نجسة أسبوعين، يعني إذا جابت ولد نجسة 7 أيام، وإذا امرأة جابت أنثى شنو؟ 2 أسبوع. نعم. ليش؟ أخو إحنا هنا المفروض نسأل ليش؟ يعني شنو ليش إنه المرأة نجسة يا أخي؟ وهاي تعال مشكلة، يعني هاي المرأة يعني كل ما تجيب معناها تعال شنو؟ ظل نجسة لمدة 2 أسبوع المرأة. وكانت امرأة جالسة في وسط الآيفة فقال، طبعا هذه في أيضا إذا تريد نرجع لها في إصحاح زكريا الإصحاح 5 السطر 7 و8، شوف احترام المرأة بالإنجيل. وكانت امرأة جالسة، امرأة قاعدة في وسط الأيفة فقال هذه هي الشر، يعني عيسى بن مريم إجا قال هاي الشر على المرأة، هذا احترام المرأة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأديان الأخرى. خلينا نجي للتاريخ شوي، نخلي الإنجيل على جهة ونجي للتاريخ. المرأة بالنسبة للديان السابق أو خصوصا أيضا اليهود والمسيح أو نقدر نقول النصارى، بالنسبة للمسيح اليهود والمسيح النصارى يقولون المرأة ما ولدت إلا لخدمة الرجل فقط، وطبعا خدمة الرجل منين؟ فقط من الناحية المادية، يعني الفراش والطعام خادم
خدم يعني مجرد خادمة لا أكثر ولا أقل. وأكو يعني هاي دلائل عليها، المرأة ما اعتبرت جزء من المجتمع إلا سنة 1945 في فرنسا. سنة 1945 المرأة كانت شنو؟ اعتبرت كجزء من المجتمع. هذه يا امرأة طبعا، مو الامرأة المسلمة، لا الامرأة المسيحية. خلنا نرجع للمرأة المسلمة. المرأة المسلمة أول ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بالقرآن الكريم وبالتعاليم والأحكام من الله سبحانه وتعالى، كان يبجل المرأة، كان يساوي المرأة مع الرجل، والمرأة مع الرجل من ناحية التكاليف واحدة. صحيح، ترى ماكو فرق أنه بين المرأة، احنا خاصة كمسلمين أنا أنطي معلومات، نحن كمسلمين المرأة والرجل ما عندنا فرق بيناتهم من ناحية التكليف. شلون يعني من ناحية التكليف؟ يعني المرأة تصوم والرجل يصوم، هاي مكلفة بنفس التكليف وهذا مكلف نفسه. نعم. تصلي هو يصلي، يحج هي تحج، يزكي هي تزكي وغيرها. أما القضايا البيولوجية والسيكولوجية ما أعتقد لها يعني فد مشكلة، باعتبار هم نفسيتهم يقرون أنه أكو فروق بين المرأة والرجل. لكن التصيد في هذا الباب مو صحيح. ليش؟ لأنه يعرفون إجمالا أنه المرأة بالإسلام هواي معززة ومكرمة ومقدرة أكثر من المرأة في الأديان الأخرى. إذن سماحة السيد، لماذا عندما يطلقون الشبهات ضد الإسلام فإنهم يركزون على المرأة بالذات؟ ما الهدف الذي يسعون من خلاله باستخدام المرأة المسلمة؟ هم يحاولون يتصيدون هذه وين؟ عند المرأة. عند المرأة ليش؟ لأن يعتبرون أنه المرأة ضعيفة. حسب شنو؟ حسب دراساتهم اللي هي راجعة علما على ديانات، يعتبرون أنه المرأة ضعيفة من ناحية الإيمان. بنفس الوقت يقولون أنه المرأة إذا قدمت لها الإغراءات، سواء كانت الإغراءات المادية أو المعنوية، راح شنو؟ راح تنجذب إلى تلك الإغراءات. وحسب ما تجي الدراسات وعرفوا أنه المرأة إن صلحت صلح المجتمع، وهذه أيضا حتى عندنا كمسلمين، المرأة إن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع. شلون؟ يعني إحنا لما نجي للمرأة نكرمها ونقدرها باعتبار هي شنو؟ هي الباني، أو نقدر نقول هي اللي تضع المعلومات الأولية والبداية وين؟ في الطفل. لذلك نشوف نحرص على أن يكون هذا الكيان مقدس، والله سبحانه وتعالى وضع هذه القداسة وطاها هذه الصفة أو الصورة اللي هي ما أعطاها يعني حتى إلى الرجل من ناحية الكمال، أنه المرأة تكون كاملة من باب شنو؟ من باب أنه ما تشتغل على مود تنفق على الرجل، لا، أعطى الرجل أنه هو اللي ينفق على المرأة. زين، حتى على نفسها إذا تريد تشتري فد شيء تقدر تسأله، يعني أنا باعتبار مثلا ملبس مأكل هذا منين يأخذها؟ من الرجل. بينما احنا كرجال ما نقدر نقول له تعال انطينا. صحيح. ليش بعد؟ لانه هذه وحده من عندنا الصفات، هي هنا يعني ملكه في بيتها. لهذا السبب الاسلام اعطى المراه قداسه اكثر مما اعطى اليهود او الديانه اليهوديه والديانات الاخرى السماويه والغير سماويه الى المراه. نعم. سماحه السيد، اكثر المستشرقين يروجون بان الاسلام انتشر بالسيف، فكيف نستطيع أن نرد عليهم؟ طبعا هذه من المهازل، من المهازل اللي هم يجيبونها ويخلونها وبعدين ترجع عليهم رأسا على عقب، ترجع عليهم. ليش؟ لأنه الإسلام ما انتشر بالسيف، وإلا شلون وصل أندونيسيا؟ شلون وصل الصين؟ الإسلام شلون وصل الصين؟ شلون وصل أندونيسيا؟ نقول نعم اشتهر انتشر بسيف شنو؟ بسيف الكلمة الطيبة وبسيف المعلومة الصحيحة والأحكام والتعاليم الحقيقية فقط. نعم. سماحة السيد نشكرك بهذه الحلقة. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.